السلام عليكم، معكم محسن من اكسس بيب، صاحب مشروع نتاع هذا هو عدنان مقتبل. طحت له هذه الفكره هذه نتاع المشروع مع البدايه نتاع كورونا، لان كان الظرفيه الراهنه نتاع كورونا اللي عاشها العالم كامل كان عندنا اشكال نتاع ان الانسان ما خصوش يقيس حتى شي حاجه. هذيك هي علاش درنا هاد الطواليت الذكيه، انه كتجي لها ما كتقيس حتى شي حاجه، الباب اوتوماتيك كتحل الباب جوست كدوز يدك كيتحل الباب كيتسد هو اوتوماتيك. عندنا لي روبيني اوتوماتيك جيت هما سونتوتش كتقيس بلا ما تقيس كتحل الماء عاوتاني، كذلك الضوء اوتوماتيك وفيها بروتيكس وحتى الموسيقى اوتوماتيك، وميم طون مجهزه بجهاز كاميرات للمراقبه. حنايا هاد البروجي هذا كانت بازا على حاجه وحده، انه بالمجان للبيبليك، وسا ديبون على حسب شنو هي اي مدينه. عندنا بزاف تاع المدن اللي غيكون فيها هذا البروجي محطوط، راه بدينا بالرباط بسله والرباط تبعاتو مراكش تبعاتو طنجه ودابا حنا في اكادير. البروجي انه بصفه عامه كما قلت انا فابور للعموم. الشركه نقدروا نقولوا واحد الحاجه اللي غتكون الشركه الامتياز الشركه هو عنده 4 تاع الاشهارات اللي كيميزوا هاد الطواليت بيبليك. غيكون في انسكان، غيكونوا مراحل في انسكان، غيكونوا في لاكوط، وكاين دوطر اوندروا. كتبقى المسائل تاع كما قلت لك انا السلطات المحليه هي اللي كتقدر تعطيك واحد لوندروا اللي كتقول لك عاوتاني لهم بلاصمو هي جينيرال. الرساله اللي كنوجه للمواطنين سواء في اي مدينه، سواء هنا في اكادير ولا المدن الاخرى اللي غيكونوا فيهم هاد الطواليطات الذكيين، حاجه واحده اللي كنوصيهم بها هي الحفاظ على النظام وعلى النظافه وعدم التكسير. اهم حاجه هي الحفاظ على هاد لي طواليط، الا حافظنا عليهم راه غادي تكون واحد الاستمراريه، خصوصا بان الا كنشوفوا هذه الوضعيه الراهنه راه ما كاينش حتى شي مراحل في المدن المغربيه، قلال هذه المراحل باش تلقى بحال هذه المراحل الذكيه. اذا نحافظوا عليهم جميع وباش تكون عندنا واحد الاستمراريه الى الابد. هذه بادره طيبه في هذا المرفق اللي داروا بجنب محطه ساحه الود، اللي هي ساحه نموذجيه وكتعتبر من احسن المحطات تنظيما ونظافة، وكان كينقصها هذا المرفق هذا، لأن محطة بدون مرافق صحية يعني كاع ديك النظافة وكاع داك النظام كيتضرب في الزيرو. كنشكروا كاع الناس اللي كانوا سبب بأن هذا المرفق يتحط بجانب المحطة اللي هي ولات محطة نموذجية ومحطة فيها خطوط داخلية وخارجية، في يعني خدمة للساكنة ديال مدينة الداخلة وحي السلام وحتى الهدى. دابا راه كلشي ولا كيجي كيركب من هنا لانه ولاو فيها جميع الخطوط. وهذا المرفق هذا كنتمنى من الساكنه ومن السائقين انهم يحتفظوا عليها باش تبقى، راه تبقى للسائق وتبقى للزبون، لان كي كتعرفوا راه جميع المحطات اللي كاينين في اكادير الجنبات ديالها راه في حاله يرتى لها لان ما كاينش مرافق صحيه. وهذا المرفق دابا هذا يخلي هذه الجماليه ديال هذه المحطه تزيد، ويعني حتى هذا راه مرفق ماشي غير السائق حتى للزبون، لان كاينه هنا ساحه اخرى حتى هي كتكون مكتظه بالشباب وبالطلاب ديال لافاك. يعني هذا مرفق بغيناه يحتفظ فيه عليه الجميع، وكنتمناو تعمم هاد البادره هذه في جميع المحطات اللي كاينين في مدينه اكادير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.